أينما كنتم سلام الله عليكم مشاهدينا. نشرة الأخبار الرئيسية يوم من الرياضة نقدمها لكم من قناة الجزيرة الرياضية في قطر. البداية مع أبرز العناوين. فوز ليبيا التاريخي على موزمبيق يصعد بها إلى الصدارة، وأمال الجزائر وتونس في بلوغ نهائيات أمم أفريقيا تتضاءل بتعادلهما في تنزانيا وملاوي. المغرب يرفع شعار الفوز أمام شريكه في الصدارة منتخب أفريقيا الوسطى، والسودان ترحل إلى الكونغو لتشديد الخناق على منافستها غانا. والإعصار بولت يعوض إخفاقه في المئة متر بالذهبية المئتين، وبيرسون تفوز في المئة متر حواجز وتسجل رقما قياسيا لبطولة العالم. إذن حقق المنتخب الليبي إنجازا تاريخيا بفوزه على موزمبيق بهدف وحيد في الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2012، لينتزع بذلك الصدارة مؤقتا من زامبيا. المباراة شكلت حدثا استثنائيا في القاهرة، خاصة وأنها جاءت وأفراح ليبيا متواصلة بسقوط نظام معمر القذافي وانتصار الثورة الليبية. مراسلنا في القاهرة رصد هذه الأجواء في سياق التقرير التالي. بالمئات جاءوا يناصرون منتخب الثوار الليبي، لكن أبناء الجالية الليبية بمصر لم يستطيعوا متابعة المباراة والتشجيع من المدرجات بسبب قرار الكاف إقامة مباراة ليبيا وموزمبيق ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بدون جمهور، لكن الأمل يحذوهم في فوز منتخبهم الوطني في أول لقاء له بعد نجاح الثورة الليبية وإسقاط نظام القذافي. نسأل الله إن شاء الله يتم ثلاثة أعياد، عيد النصر وعيد عيد الفطر وعيد إن شاء الله فوز المنتخب بإذن الله. إلى كافة الوسائل لجأ المشجعون الليبيون لمتابعة المباراة من خارج الاستاد، في حين أدى منتخب ليبيا الثورة داخل المستطيل الأخضر أداء اتسم بالعزيمة القوية وسيطر على مجريات الشوط الأول، وأحرز ربيع اللافي هدف الطمأنينة للمنتخب الليبي في الدقيقة 31 منه. الحال ظل كما هو خلال الشوط الثاني، سيطرة ليبية وهجمات وضغط أقل من جانب المنتخب الموزمبيقي، إلى أن انتهى اللقاء بفوز ليبيا 1-0 لتنطلق فرحة الليبيين بالانتصار. قادوا معركة زي اللي في الجبهة، رفعوا معنوياتنا وربي فكنا من الطاغية، هذه بشرة خير بشرة خير. المشهد داخل غرف خلع ملابس اللاعبين لا يقل فرحة عن المشجعين خارج الاستاد، والصورة خير دليل. رغم ان احنا ما كناش مستعدين اطلاقا من 5 شهور ما فيش تمرينات، لكن الحمد لله ربك وفقنا اليوم وربحنا، وان شاء الله يعني بشكل كبير تاهلنا لنهايه امم افريقيا. بعد فرحه دخولنا لطرابلس وتحرير ليبيا ندخلوا له الفرحه بهذا الفوز، الحمد لله رب العالمين على الفوز هذا، وهذا مجهودات الشباب وتعبنا ما مشاش باي، وهذا كله تعويض لدم الشهداء، وباذن الله دم الشهداء ما يمشي شباب باذن الله. فوز ليبيا باللقاء امام موزمبيق جعلها تتصدر المجموعه الثالثه مؤقتا ب 11 نقطه، بينما ظل رصيد موزمبيق 4 نقاط. بعد فرحتهم بعيد الفطر وبنجاح الثورة الليبية، ها هم الليبيون يستكملون فرحتهم بعد فوز منتخبهم الأول على موزمبيق في أولى لقاءاته عقب نجاح الثورة. أحمد نوير، الجزيرة الرياضية، من ملعب بيتروسبورت بالقاهرة. الجماهير الليبية احتشدت لمتابعة المباراة على شاشات عملاقة وضعت في ساحة الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس، حيث تجمع بها المئات من المشجعين قبل انطلاق المباراة بساعات لمتابعة اللقاء، وتفاعلوا مع تألق لاعبي منتخبهم بعدما اكتملت فرحتهم عقب سقوط نظام القذافي في فاتحة تبدو مبشرة لكرة القدم الليبية من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لمونديال البرازيل. وللحديث عن هذا الفوز التاريخي للمنتخب الليبي ينضم إلينا من القاهرة نجم من نجوم المنتخب الليبي أحمد سعد. كابتن أحمد، أولا نبارك الفوز الذي انتزع به المنتخب الليبي صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا، كذلك أحمد هو فوز معنوي للشعب الليبي خاصة بعد نجاح الثورة الليبية في الإطاحة بنظام القذافي الذي اتفق وقال كل الليبيين على أنه الأسوأ في تاريخ ليبيا. أحمد، حدثنا عن أجواء اللقاء وعن هذا الفوز وعن أول مباراة تحمل العلم الليبي الجديد، علم الاستقلال الذي معك الآن أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
في البداية نحب نترحم على شهداء ثورة 17 فبراير اللي كان لهم الدور الأكبر في وصول ليبيا للحدث الكبير هذا. زي ما تعرف أخوي مهند الأجواء كانت صعبة في ليبيا، خصوصا أن لنا أكثر من 6 شهور أن الدوري الليبي موقف، وأكثر اللاعبين ممكن الأغلبية كيف ما تعرف في اللي كانوا حتى في الجبهات يحاربوا مع ثوار ثورة 17 فبراير. لكن الحمد لله هذا ما منعش أن اللاعبين كانوا في قد المسؤولية وتحملوا المسؤولية رغم أن الظروف، زي ما قلت لك، وإن جينا للقاهرة قبل يومين من موعد المباراة وتمرنا ممكن تمرينين خفاف. لكن الحمد لله رب العالمين أن الشعار الجديد ونشيد ليبيا الجديد هو كان الحافز الأكبر للرياضيين كلهم، والمعنويات كانت مرتفعة من قبل المباراة، وأن زي ما تعرف أن ما زالوا في توار يحاربوا في الجبهة، فكان علينا نحن حتى نحن أن نحاربوا داخل الملعب، والحمد لله حاربنا داخل الملعب واستطعنا أن نتحصلوا على انتصار تاريخي الحمد لله. صحيح. أن نحن ممكن لعبنا أكثر من مباراة وتحصلنا، وفي مباريات كبيرة تفوقنا فين، لكن طعمة مباراة اليوم ملاش مثيل، وممكن أول مرة واحد كان يفرح من قلبه. من قبل كنا نفرحه لكن ممكن كنا نجامله في أرواحنا، ولكن الحمد لله رب العالمين اليوم اللاعبين كلهم الفرحة كانت طالعة من القلب الحمد لله. نعم أحمد، المباراة أقيمت دون حضور الجماهير، هل كان ذلك بمثابة صدمة للاعبين، وهل أثر على معنوياتهم، خصوصا أحمد أن المنتخب الليبي يحتاج لمؤازرة والتشجيع في مثل هذه الظروف، مع العلم أن قلوب الملايين كانت وما زالت معكم أحمد؟ أكيد طبعا الجمهور، خصوصا الجمهور الليبي، هو اللعيب رقم واحد، هو اللي كان يدعم فينا. لكن زي ما قلت لك نحن طموحنا والهدف اللي كنا حاطين قدامنا أنه سواء بالجمهور سواء بدون جمهور، لكن حتى ونحن ماشيين للملعب شاهدنا الجماهير سواء من الشباب من النساء من الأطفال كانوا في جنب الملعب وكانوا يازروا فينا، وهذا حتى هو دافع لنا نحن. وحتى نشكر نحن طبعا المسؤولين في جمهورية مصر العربية اللي سمحوا أن وافقوا أن المباراة تكون في مصر، مش نفس المباريات اللي فاتت ممكن في افريقيا كنا نلعبوا في افريقيا نحن، لكن الاجواء في مصر نفس الاجواء في ليبيا، والحمد لله كانوا وقفوا معنا لاخر لحظه. ونحب نشكر المسؤولين على الرياضه في مصر الحمد لله. نعم احمد، المباراه القادمه لن تكون سهله امام زامبيا، هل المنتخب الليبي يعول على الفوز ولو كان خارج الديار لضمان الترشح طبعا كمتصدر للمجموعة، أم أنه ينتظر هدية غدا من جزر القمر ولو أنها صعبة نوعا ما نظريا لمستوى المنتخبين؟ والله أكيد نحن نستنى إن شاء الله في مباراة زامبيا، إن شاء الله تكون النتيجة إيجابية إن شاء الله لصالحنا. لكن حتى لو إن ما حصلش نتيجة إيجابية إن شاء الله ما زال قدامنا شهر، وزي ما تعرف نحن ممكن في يومين استطعنا أن نتغلب على المنتخب الموزمبيقي، لكن إن شاء الله في خلال الشهر هذا إن شاء الله بإذن الله حنجمعوا وحنستعدوا لمباراة زامبيا إن شاء الله بمعسكر إن شاء الله خارج الجماهيرية، خصوصا أن في رجال خلف الكواليس يساندوا فينا زي الأستاذ حسونة طاطناكي والأستاذ إسماعيل الشتاوي والأستاذ فيصل الزواوي كانوا يساندوا فينا. نعم. الحمد لله، والأستاذ عصام الكديكي وحازم الكديكي أكيد كلهم يساندوا فينا، وإن شاء الله هي غير الظروف أن المباراة كانت وقتها قصير. نعم. لكن إن شاء الله مباراة زامبيا حتكون الاستعدادات أكثر إن شاء الله، وإن شاء الله وما فيش شيء كبير، لأن منتخب زامبيا لعبنا معاه ولا يوجد مستحيل في كرة القدم. أحمد سعد نجم نجوم المنتخب الليبي، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات ونبارك الفوز لكم من جديد. لم تحمل الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا في الغابون وغينيا الاستوائية أخبارا سارة للمنتخبات العربية. محاربو الصحراء الجزائريون ودعوا المنافسة، ونسور قرطاج التونسيون لم يعد مصيرهم بأيديهم. فقد المنتخب الجزائري كل أمل في التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2012 بعد تعادله مع مضيفه التنزاني بهدف لمثله. تشكيلة الخضر لم تقدم أداء يقنع عشاقها خاصة في الشوط الأول، ما استغله أصحاب الأرض والجمهور لافتتاح التسجيل عن طريق سامانتا
الذي استثمر خطأ مشتركا بين الحارس مبولحي ودفاعه. التغييرات التي أدخلها المدرب الجديد وحيد خليلوزيج في الشوط الثاني كانت في محلها وسمحت للمنتخب الجزائري بتعديل الكفة بفضل المهاجم عامر بوعزة. هذا التعثر الجديد يطيح الخضر من السباق الإفريقي وعليهم إعادة ترتيب أوراقهم من الآن إذا كان في نيتهم التنافس بجد على البطاقات المؤهلة لمونديال البرازيل. ولم تكن حال منتخب الجارة تونس أفضل. نسور قرطاج كانوا بعيدين عن مستواهم طيلة الفصل الأول من مواجهة مالاوي، ثم كشفوا عن نوايا هجومية زعزعت دفاعات أصحاب الضيافة لكنها لم تثمر أهدافا، ليبقى مصير المنتخب التونسي معلقا حتى مباراة الفرصة الأخيرة أمام توغو، حيث يحتاج لتحقيق نتيجة أفضل من مالاوي لكي يظفر بالبطاقة الثانية وراء بوتسوانا التي ضمنت مشاركتها في نهائيات أمم أفريقيا المقبلة. وفي المجموعة السابعة خسرت مصر التي فقدت أملها مسبقا في التأهل أمام مضيفتها سيراليون بهدفين لواحد، لتواصل سيراليون مطاردتها لجنوب أفريقيا المتصدرة وحسمة السنغال تأهلها بفوز على ضيفتها جمهورية الكونغو بهدفين دون مقابل، وانتزعت مالي صدارة المجموعة الأولى من كاب فيردي بفوزها عليها بثلاثة أهداف نظيفة، في حين ضمنت بوركينا فاسو بطاقة التأهل عن المجموعة السادسة بعد فوز نامبيا على غامبيا بهدف واحد. هذا وأكمل المنتخب المغربي استعداداته قبل التوجه إلى بانجي لمواجهة منتخب أفريقيا الوسطى، ويسعى أسود الأطلس للإطاحة بمنافسهم لتعبيد الطريق نحو نهائيات أمم أفريقيا. مراسلنا في المغرب الأخضر نوالي وكب تدريبات أسود الأطلس وعد التقرير التالي. كانت مراكش محل آخر معسكرات الأسود قبل الذهاب إلى بانجي. قائد الرواد إريك جريت قام بآخر الترتيبات. جريت بدأ أن خطته لم يعطبها غياب رأس الحربة مروان الشماخ ورجل الوسط عادل هرماش والمدافع جمال العليوي، وله في ذلك ذخائر أخرى. نحن واثقون من أنفسنا، لعبنا المباراتين الأخيرتين بمستوى عال، نعرف أننا لدينا نفس النقاط مع منافسينا، ستكون مواجهة فاصلة سنحاول خلالها حسم التأهل هناك. رجال النخبة الخضراء واعون بكل الأضواء المسلطة على لقاء إفريقيا الوسطى، حيث هناك منتخب سيضع كامل أسهمه. قيمة المباراة واعتباراتها الحاسمة يحيطها الأطالسة بالاهتمام والتفاؤل. نحن نعرف تماما أهمية هذه المباراة، علينا انتزاع التأهل من بانجي، حتى وإن كانت لدينا مباراة أخرى فهذه المواجهة مهمة لنا. لن تكون إفريقيا الوسطى نخبة سائغة أمام الأسود، لكنها ليست شبحا مخيفا بالنسبة لمنتخب مجرب. الأمر يتطلب يقظة وانضباطا وقدرة على التعايش مع مباراة فيصلية بامتياز. عيون الأسود مفتوحة على هضم نقاط بانجي وما بعدها تتعبد الطريق، أما غير ذلك فحسابات أبدا لا يحبها جريدز ولا رجاله. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، مراكش. يخوض المنتخب السوداني مباراته أمام نظيره الكونغولي في ظل غياب أربعة من لاعبيه الأساسيين، ليعول المدرب محمد عبد الله مازدا على أكثر العناصر جاهزية بهدف التأهل للنهائيات. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في الخرطوم سامر عمرابي. حلم الوصول إلى نهائيات غينيا الاستوائية والجابو يراود المنتخب السوداني الذي يخوض مباراة مهمة في إطار جولة الخامسة أمام المستضيف منتخب الكونغو الديمقراطية. تحضيرات صقور الجديان بدأت في إريتريا بمعسكر قصير قبل السفر للبحرين ومواجهة منتخبها وديا، إلا أن ذلك في عرف مازدا ليس كافيا، ولكن الرجل يعول على معطيات أخرى. قياسا بالظروف المتاحة عندنا يعني اعتبر كان اداء جيد، مع انه احنا بنفقد تقريبا جزء كبير من قوة الفريق في مع فريق الهلال،
وطبعا جاءت الظروف البرمجة الأفريقية يعني التي تراعي مصالح الفرق الغرب أربع أفريقيا أكثر من منا يعني الهلال هنا بيمثل جزء كبير وبيلعب في دور المجموعات المسافة بين مباراة الهلال في قروة ومباراة المنتخب في كونغو أربع أيام. توليفة الصقور تخلو هذه المرة من الرباعي القائد هيثم مصطفى وعمر بخيت وعلاء الدين يوسف ومدثر كاريكا لأسباب مختلفة، وضمت المعز محجوب حارس المرمى في اللحظات الأخيرة، ولكن يعتبر بهاء الدين المرشح الأول لحراسة مرمى السودان. إن شاء الله يعني مباراة الكونغو دي يعني تجهيزات من مباراة سيزلان، ودي زي ما بقول إن شاء الله مباراة العبور وتعليم الكثير أكثر من كرة غانا. ان شاء الله الناس جاده بمعسكر اسمره وبمعسكر بالكوره والوديه بتاعت البحرين، ان شاء الله يعني نحاول نحقق انتصار في الكونغو ان شاء الله باذن الله. غياب اربعه من كبار النجوم ربما يؤثر بشكل كبير على خطه المدرب مازدا، ولكن عوده لاعب بوزن مهند الطاهر تمثل اضافه مهمه. كنا نحن نتمنى انه نكون المعسكر ده فتره طويله عشان الناس كلها تكون في حاله انسجام، لكن من خلال مباريات الأندية إن شاء الله الفريق بيكون جاهز، وإن شاء الله إن شاء الله يعني التأهل إن شاء الله هنكون من الكونغو إن شاء الله. مواجهة الكونغو تعني الكثير بالنسبة للجهاز الفني لصقور الجديان من أجل تأمين الموقف قبل مواجهة المنتخب الغاني في ختام مشوار التصفيات. سامر العمرابي، الجزيرة الرياضية، الخرطوم. ضيعت اسكتلندا فوزا هي في أمس الحاجة إليه عندما تعادلت على أرضها بهدفين لمثلهما أمام تشيكيا ضمن تصفيات المجموعة التاسعة المؤهلة إلى يورو 2012. المنتخب الاسكتلندي ثالث المجموعة والذي كان يبحث عن نقاط الفوز لتقليص الفريق مع تشيكيا ظل متقدما بهدفين سجلهما كيني مولر ودارين فليتشر مقابل هدف ليارسلاف بلاسل حتى دقيقة 90 عندما سجلت تشيكيا تعادلا من ركلة جزاء عبر ميشيل كالديتش. أكبر المستفيدين من هذه النتيجة هو المنتخب الإسباني الذي بات بحاجة إلى الفوز هذا الثلاثاء على ليشنشتاين لضمان التأهل. هذا وأعرب كريغ ليفن مدرب المنتخب الأسكتلندي عن أسفه لضياع النقاط الثلاث وحمل